والله. وكمان المازوت حق اللتر 200 و125 وعلى الغلي، وبنزين كمان حق اللتر 200 250 ليره وما في منه، ما هو متوافر. وقت الثلجت عندنا هون بالرستان حطب ما في لندفع عليه، اولت امبارح وقت الثلجت مات واحد اسعفنا مات من البرد. وقذايف على الرستان خير الله، من شوي مرقن ثلاث صواريخ قراد راح اللي مغرب لهون هيك نزل تحت هون بالتحاتنية، نزل دمر العيلة كاملة، دمر والله الدول حواليها كلها تراحي. والله يعني شو بدي أقول لك، شغلة مأساوية والله، يعني ما عاد يزوق على دمه، ما عاد يزوق على دمه، يعني يريحونا شوي من الضرب. والله ما نعرفانين، بدنا نخاف من البرد ولا بدنا نخاف من الموت؟ والله ما عاد نخاف من شيء يا خيو، والله يا خيو متنا، متنا من البرد، متنا ومن الأسد، متنا ومن الكتيبة، متنا من القذائف، متنا من الصواريخ، متنا قسم شو بدنا نموت.